أخبار المهرية باختصار. مسلحو المجلس الانتقالي يختطفون قياديا في مجلس الحركة الثوري بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن. المسلحون اعتدوا بالضرب على أدهم فيصل عضو الهيئة المركزية للمجلس قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة. عضو البرلمان علي عشال يقول إن تشكيك رئيس الحكومة معين عبد الملك في شرعية لجنة مجلس النواب أمر معيب. عشال وصف تصريحات عبد الملك بالمخزية بعد اتهامه البرلمان بالاستقطاب السياسي في صفقة الاتصالات مع الإمارات. شركة دولية تنسحب من صفقة شراء قطعة نفطية في محافظة شبوة تابعة لشركة OMV يمن النمساوية. شركة زانث تمتلك حصة قدرها 49% في شركة النمساوية باليمن، لكن الصفقة تعثرت لعدم استيفاء الشروط المتفق عليها. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن تعيين أسطورة حراسة المرمى بوفون في منصب جديد بالمنتخب. الاتحاد الإيطالي قرر تعيين بوفون مديرا لمنتخب إيطاليا لمساعدة المدير الفني الجديد الذي تولى المهمة خلفا لروبرتو مانشيني. لقطة سيلفي تورط شابا مصريا بعدم اتهامه بتهريب مهاجرين إلى بريطانيا والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. السلطات البريطانية اعتبرت الصورة دليلا على فعلته واستهتارا منه بحياة عشرات المهاجرين. إلى اللقاء باختصار آخر.